شيني رئيس شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب. في إطار البرنامج الوطني لشبكة المقاهي الثقافية بالمغرب ننظم ليالي المقاهي الثقافية بأكثر من مقهى أدبي وثقافي على مدار هذا الشهر المبارك بعدة مدن مغربية. اليوم نضع الخطوة الأولى هنا بمدينة فلت وبالضبط بمقهى ماكس بالاس بتنظيم حفل فني زجلي يشارك فيه عدة أصوات شعرية متميزة سواء هنا من مدينة فلت أو خارج المدينة. تأتي هذه التظاهرة الثقافية في إطار المقاهي الثقافية التي دأبت شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب على تنظيمها على مدار سنة كما قلت في الأول في أكثر من مدينة مغربية انطلاقا من طنجة، وجدة، السعيدية، سيدي حيا، سوق أربعاء الغرب، تنغيل، فقيه بن صالح، الرباط، فاس، أسفي. اليوم نحط الرحال لنؤسس هذا الفعل الثقافي هنا، خصوصا أن المدينة معروفة بأصوات شعرية رائعة ومتميزة، ذلك صاحبة هذا الفضاء التي رحبت في بالفكرة ورغبت ركوب مغامرة معنا لتأسيس فعل ثقافي هنا بهذه المدينة الثقافية. ذلك نعتبر أن لقاءنا اليوم لقاء مع الساكنة، مع مثقفي المدينة، مع رواد هذا المقهى، ونتمنى أن تكون خطوات أخرى مع مجموعة من الفعاليات سواء فنية أم ثقافية أم رياضية هنا بمقهى ماكس بالاس.